بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أعزائي الغالين المتابعين الحبايب الكرام الزينين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الغالين، بداية الحديث والكلام، بداية أي شيء وياكم، اذكروا الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله جل جلاله، صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا يا عيني اليوم سليم الحمد لله على السلامة. انت كم شهر قاعد داخل بنغلاديش؟ من شهرك والله. بحن زين بابا بچا؟ اه كله زين. زين؟ ماما بچا بابا؟ ما انا والد ما في جن بس شوي. اوه. قصر هذا. كسر؟ ايوه. مو وين كيف شو كيف كسر؟ بلات زمان دكتور. دكتور؟ أيوة. انت شو سوي كسر كيف؟ هذا هو قص بعدين دكتور. بكري يجي؟ ها؟ بكري نطحتك؟ لا انا مال دكتوره قبل ما نات. الحمد لله على سلامتك. ها سليم وصل، هو كلها سليم من اول ما سويت المزرعه. هو مسكين سليم، مسكين هو اول سليم. هذا كله انت تسوي اول شيء؟ كله ان شاء الله. ما شاء الله عليك سليم، هو قام زراعه هذا النخل ويا واحد من الاشخاص الله يطول عمره ابو فيصل، بارك في حياه ابو فيصل. نعم، زرعوا لي هذا النخل من البداية. ليه ما شاء الله مصلي على محمد. نعم تعبوا فيه وساكن، والحين عادا لازم أني آي والطالع هويشاتي وغنيماتي ودياتي، لابد ما أخلي المشكلة العودة. المشكلة اللي واحد شو بقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، يوم تي الغنم تي الصخلان 20-30 يقصرن، وين يصيرن؟ وين اختفى عنك؟ ما تفهم، لازم تعدن، لازم كل اسبوع تعد 20 صخل، 20 كذا، 20 دياية، 100 بطة، هي اختفن اختفن شي اختفن. لازم اتمشى واطلع. نعم الله تعبني الحياة كذا، ولا الشغل ما يخلص، العمر يخلص والشغل ما يخلص، والركيض بني ادم يركض ويركض ويركض، لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن بعد شيء واحد سبحان الله، الحلال يوم تي تشوفه وتطالعه وتتأكد عليه قلبك يعورك. كل الشغل ما يستوي. والله مستانسات يا انستا، ما غني عليك انا صايم مرتاحات وحليل وحليل. افتح الباب اشوفكم. هذا سليم، سليم هذا ما ركات. صلاة عليكم محمد، اللهم صل على محمد وحليلك. تعال هاي بيضات يسوون بيض راكات داخل. نوم لا ليش ما في نوم؟ يا بيض وين بيض؟ يا سليم بطل الباب، شيل هذا غنم منك جيب هني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. مسوي السبلة والشريش الحمد لله طلعت اول طاحت، وحن حتى هاي زي الحمد لله رب العالمين قبلت هي اول طاحت مو سبحان ما جلعتها. وسقيها 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 ذي الحمد لله ما اكلناش راح نجيبها. والشريشه اهم شيء الشريشه. بطل لي ابوي انباعوا يا لازم اشرف عليهم. اطالعهم. ها بتشافي في بتشه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. بطل هذا الباب، بطل الباب هذا. نظف، عطهم ماي، صب ليهم ماي. الظل لا تحت الظل هاي. ما شاء الله بابا، عطهم ماي، عطهم اكل. يبلش عير بابا، هذا مال دياي، ليش ياكل مال دياي يا تيس؟ ها؟ لا لا عط يبلش. والله؟ يلا يلا واشريش بعد طالع حنزين شوية. يلا يلا بابا كله. هذا بطل. ها هاي السيم، اي واحد هذا بطل السيم. ها بطله وخله. نعم تعالي بك، الحياة غير، تحس بحياة. الصبح شغل ما حيوم، انت عند الوشاش انت عند الديار وعند البط وعند من وعند منك، تحس كأنك انت في الوجود بتموت ما يصير. نعم هذا اعطتني خالتي خدود. الله ام احمد مشكور، هذا الفحل اعطتني طول الله عمرك ام احمد. خالتي خدود من خرفت كان هي اعطتني. الصلاه على النبي محمد.
يلا بيضن بيضن ركن 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 ابي اسعد بس اكل وصنع يلا والله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا كل بلدي كل بلدي دي اي بلدي محلي هي هي ما يعيبني سير ايش حكى زين ندوك احتكر دواج وين بس تبي شوفوا شوف تعال تعال طلع طلع دي صغير هلا ندوك يلا شوف شوف لعيب ايش حكى ايش حكى عفسة عمرك متورطة يلا برا 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 يلا ايه نعم اي حافظن اي طالعهن حطهم اكل حطوا لهم ماي نظفوا تحتهن هي سبحان الله ترى هذا هو اللي يقول لك الحلال المال على الشب حلو يلا ابوي يا قوم سوي حط المال نظفها بابا كله نظفه طلع هذا الرمل كله وحط حشيش ها هذا رمل كشرة ها هذا هي طلع الرمل كله حط حشيش من بعده حط حشيش ها ايه ايه عشان نوم دجاج هي ما في تعبان هي هاي منك 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 هي نعم وين هاي مراكة مراكك هي يمع بيضهن تركك الأحسن أنا ما يعبني مال هذاك مال شو اسمه مال المكينة مال المكينة كذا ما ارتاح اليوم ترك الدياي وروح تفقص البيض ويظهر الفراري أصالي صغار غير هي نعم تحس من المحلي مكان اما هذا مال شو اسمه مال الماكينه عليك السلام نظف اشتغل حل المعاشك هي سوي نظيف كله نظيف هي انا بكره بيجي اذا شفت معك شيلوا هذا شيل شوي شوي فقعه ايش دوري اللي جبته من راس الخيمه غسل هذا غسلوا هذا طلعه طلع برا غسله هي نعم سووا نظيف نعم راس الخيمه كله تعال سليم هذا الريه ما عنده شغل كل يوم خليه يغسل الجدر يجيب له صابون ويجيب له ماي وعطه ماي وايد كل شيء وايد خليه يغسل كل يوم يغسل الجدر كله يغسل تغسيل زين خلاص شو مشكلته يعني وأوصيكم الماعون مال الدهن ومال المهياوة ومال الطبيخ في البيت يعني في البيت في الشقة ماشي مكان وعلى قولتك وفي بيت ضيج ماشي مكان لكن لا يوم حط لك مكان لازم الماعون يتشمس يوم يتشمس يطلع منه كل الميكروبات والطبائح شوف مسوي أنا مسوي دتشة خاصة شوفوها خاصة حق التشميس بس بس لو تعال تعال افتح الجدر هذا هذا نحط لنا فيه ماي وغسله والشمس كل بالشمس يا مغواه مغروس ماي خلاص وغسله وشمسه تبع الشمس شوفوا شمس بابا شيل هذا كده حينه ونظف حيا الله بالحبايب الغالين وصلنا الدوام وصلنا الدوام دبي دانت الدنيا المطبخ او المطعم الورقه الو نعم هذا الله شوف صلى الله ينصرك ويعزك دوم ان شاء الله في العلالي يا رب العالمين ويحفظ ان شاء الله حكام الامارات وشعب الامارات والمقيمين على ارض السخاء والرخاء دولتنا الحبيبه الله هذا المطعم هاي الزباين بدوا يتوافدون للهريس والفريد والأكلاتنا الشعبية المعتادة الله والموظفين أحد يروح أيي أحد يود هلا والله أحد ويجي أحد يودون للسيارة يا رب حياكم الله طبعا فاتحين بابين هذا باب وعن الزحمة عن التزاحم نعم وهاي مركب الحرية الكراكية حالة 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 وصلنا 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 أبوه حرية بغورية يعدل حرية شال غوري ويصب كرك وهنحش حرية شال شباب وشال خبز رقاق بدت الناس توافد ما شاء الله والصلاة على رسول الله ها محمد شو عندك شو عندك شو عندك شو عندك
صبر 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 انزين شعبان مسجل اصبر شويه بطل خل اطوف طبعا ما شاء الله والصلاه امشي السعد شو هذا خلا اشوف خلا اشوف تعال افتح 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 تعال 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 افتح افتح خل الناس تشوف هي نعم هذا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هاي جيب الكوره تمام هاي الباكور يا عيني يا عيني يا ولله على الباكوره شوفوا الباكوره شوفوا الباكوره القيمات بالحلوه القيمات بالحلوه هذا القيمات بالحلوه افتح بعد هاي السمبوسه وهذا القيمات بالحلوه وهذا القيمات العادي وهذه الباكوره وبنتقل الى موقع اخر نعم شوفوا وجاهزي جاهزي مره كل شيء جاهز جاهز جاهز, جاهز. لا تاخرون الناس لا ما احب التاخير هي. ما احب تاخرون الوادم شوفوا واقف ما احب تاخرون تعال وشل وروح هي نعم هاجم قسم الهريس صغر هريس حط هريس حط هريس الهريس الله عندها العربي ايوه عدل 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 حط زياده حط زياده حط زياده هنا اي الله الله شيل 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 هريس 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 نعم هريس الراوي تعال ابقى شو عندك بعد تحت شو شوف شو عندك يا لبته هذا شو؟ حيدر بادي لحم حيدر بادي فيه ولا خلاص؟ في شو هذا؟ شوي بس هذا حيدر بادي شو؟ حيدر بادي لحم حيدر بادي لحم وبعد الله هذا شو؟ حيدر بادي دياي وايد برياني دياي حيدر بادي؟ ايوه حيدر بادي دياي وهذا هذا مضروبة هاي مضروبة 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 منو ضارب منها؟ فا لازم اوقف ودقق على العمل تعال خلاص يلا عاشوا الله القيمات القيمات هذا القيمات ها نعم مسعود نعم شو رايك هذا القيمات بعد الورقه 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 مسعود حطينا لك مكيف بعد اسود زياده هذا مكيف نعم حرام الدنيا حاره ها الحين ما في زعلان زين في براد وايد براد يبرد عليك بعد 37 يا الله العظيم هي نعم زين في حاره يقول اذا وليت فارحم هم تحت كفالتك لكن انت تحت كفالة الله سبحانه وتعالى ما بالله خلاص اشوف عمر في البراد وفضل الله وتعقع غيرك في الشمس والهلاك لا هذا زين انسان هو انسان والدنيا دوارة لا ايه الحياة هاي عمي لا تستخف لا وين استخفوا زين والحين رجعنا الى المطبخ وقف 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 على مالك على مالك ولا عشرة ولا عشرة من عمالك انت غير يوم بتعقب وادره ابراي وقف شوي شوي يلا يلا حط معي حط الهريسه ماي شوف ناقصه ماي حط ماي خلي لين لينها شوي ايه ما يبونها يابسه وايد 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 حط حط ماي حط ماي شوف عليها ماي ايه هذا الشغل عدل وهذا شو باكوره؟ باكوره عدل طالع شوف شوف الباكوره ايه اشوف حمره يا هي باكوره يا هي باكوره يا هي باكوره باكوره يلا كمل هاي باكورة ايه حمرة حمرة ايه نعم خلت احمر مرة ها ايه نعم حمر حمر باروكة عباد الله يا احباب الله يا الغالين النعمة 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 ايه لا تقول انا تاجر وانا عندي واني العيش وانا ما بفتقر لا النعمة انا مطرش اللي حسين مغيص الرجل الاعمال صاحب العقار في البيت مقيم في البيت الحين جاي زيارة البارحة كلب اللي في بطني سد كلب هذا مطبق وكلت وكلت وتمت الصالونة شو أسوي بقى أعقع لا والله حطيته في الثلاجة والحين بحرها وبسوي لها عيش أبيض وبفطر عليها نعمة الله تعال تعال شو هاي تعال
يفتحها. قولوا الله يا ابوي عطني هاي تنعك هاي مخمريه هذي عطني من لاس يبلي من لاس يبلي من لاس ها شقها بعد نعمة الله سبحانه وتعالى ناس محصلة تاكل وناس تروح لو خبز لو كيس خبز حتى هنتين وخليت البجاية عطيت العمال ما اكل العمال باشر ليش نعمة الله نعمة نعمة تبغى مدارة النعمة تبغى محافظة عليها نعم نعمة النعمة هاي الصالونة مغوى الصالونة وإذا شوفوا يعني أي بابا يبلي جدر صغير يبلي جدر صغير بسوي حال أفطر على هذا صالون هامور عند حسين الغيص ما قصرت يا معيسة طول عمش على كرم الغاوي البارح فطرت والسحرت والحين بعد بفطر منه والحمد لله رب العالمين يلا بحية والعافية نعم الحمد لله نعمة في ناس لا والله ما البارح بخير يعطي ما ايه حتى عطي بي خوة قفل طالعهم اشوف الباكورة واو ايه يا هيب جيب السمبوسة الباكورة ايه هذه السمبوسة يا سمبوسة الله 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 يلا عاشو عاشو ركو 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 فتح الباكورة ايه هذا خلاص ايه من شيء لشيء ناس تاكل تغيب هذا شو بعد اصغر هذا فريد شو شو هذا راوني ها برياني اشوف اشوف ما شاء الله يدخن يدخن حلال 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 الله شوفوا 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 شوف الحشر شوف العدل ما شيء حرية ما عنده لعبة ايه ما بقالك يلا افتح 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 ركو 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 شل نعم ابوي ها حط في هذا الجدر اي نعم يلا وسوى حار ها سوى حواويلا شوفوا الشغل الكويتي شوفوا الصالون الكويتية بس تعمل ديك يا ام عيسى ما قصرتوا يا ابو عيسى نعم ها شوفوا نعم يلا ابوي يا ربي صب اكثر عليهم انا يا ربي ياهو ياهي صالونة نعم سووا قرني شو شوفوا 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 تفنيات يا ربي ما شاء الله تعال بابا تعال شو ها شو ها البابا انت تجيب ها شو ها ما شاء الله تعال خلي 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 الله ها شو بعد من وين هذا هذا من ماما فاطمة ها ماما فاطمة ماما فاطمة مشكور يا ماما فاطمة ما قصرتي شو جبت لي زعفران ما شاء الله ولهالدنيا شو بعد ما شاء الله افتح بابا افتح افتح اي هذا فلا صورة فاطمة تجارة البهارات ان شاء الله يا فاطمة فارش طيب فارش طيب الله يرزقك شو يعطيك شوف هذا رقمها وهذا تليفونها احفظوا اللي يبان عندها رمضان كريم نعم نعم ما بلا بس ان احنا نبيع بهارات ونقول لا ما لا بنحطي حق الوعد الرزاق الله سبحانه وتعالى صح نحن نبيع بهارات لكن بعد بنحطي حق اللي بيبيع الله يرزقهم ويرزقكم ان شاء الله ما قصرت الحليله الهيل الزعفران الدله شو فيها هاي الدله خاليه سلمكم الله فاطمه هاي شو هذا جزاك الله خير وما قصرتي بيض الله وجهك هذا شو كاتب بعد السلام عليكم وش حالك ابو محمد خالد حريه اتمنى منكم دعم مشروعي من العين والراس ابوي اماراتيه مبتدئه لا من عيني وراسي الغاليات نعم انا في خدمه في خدمه في خدمه الوطن والمواطن واللي عنده منتج على عيني وراسي لا نريد منكم جزاء ولا شكر لوجه الله سبحانه وتعالى لا 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 حشا الله يغنينا ان شاء الله بفضله بس نعطيكم نحن المساهمه والمساعده عشان الله يفتح عليكم يا رب العالمين نعم الاخو للاخو اهلا ابوي حياك الله عيوني خير نعمه ما بكل الدنيا بيزات الدنيا بعد مساعده الدنيا انسانيه انسانيه يا مرحبتي مغول في متو
في رمضان عاد الفيمتو يوم تشرب الفيمتو غير وحصل فيمتو ما باللي يسرسح القلب ويبرد على القلب الا يدخل القلب ومن وين عاد اشوفه عايف الله هالمستعان يا ابو كم يقولي نعم وين تعب بطل الكرتون ابوي تعب بطل الكرتون هذا هلا بعمان وهلا بهل عمان وشعب عمان والمقيمين على ونعم ونعم نعم 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 الله ان شاء الله تنتهي الكورونا ونسير وني بعمان وهلا شوي 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 ابو هي مع الاول مع الاول مع الاول واويلا هذا اللي موصلني عليه الدكتور انا من زمان اي نعم عطني برد يبرد يبرد على القلب نعم عمان كلها تبرد على القلب ونعم سبعة نعم البارحة تحدوني يوم سويت الهريسة على بتلو قال بتلو طلع بتلو قال ابو حياك الله طلع بتلو ولد الجاموس ما بود هذا المهم واليوم بو شيخ ابو فهد الصيام قرشين لي بتلو مرة من الله بطل بطل بطل, بطل. لا لا ايه شوي شوي بنطالع هذا بتلو مالهم ايه ما قصرت يا ابو شيخ اه ابو شيخ واللحم بيرب اللحم انا باكر ايه ما ايه اما انا يربته يا رب ما عليه كلام طلعت الهريسه شو ما شاء الله ايه لكن هذا احب اشوفه يلا قطعت الدنيا فوق وتحت ما شاء الله هذا تلو هذا مقطع كامل والثاني ها اشوف بتلو خل اعطي عنوانهم اللي يبغى اللحم بتلو انا ما بسبق الاحداث الاحداث ما بسبق الاحداث اول بسوي باكر وبطبخه وبعطيكم النتيجه هي انا ما ابيع سمك في البحر مثل غيري لا 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 اول بجيب اطبخ وبشوفه صالونه والهري كرتون واوي لا يجيب كرتون يبي 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 ما شاء الله هذا بتلو وهذا عد نحن هذا مثلج فف عجل مشكل مع العظم ايه بقى حق الهريس وهذا نحن بنطبخه باكر وبنشوفه بتلو ما قصرت يا ابو شيخ يا ابو فهد الصياني يومكم وفيين هذا حطيته حطوا عنوانهم عندك سجل سجل سوف اكتب حط هذا هو اللي يبا انا باكر بطبخ ما بقول يوم سوي يعني عم بيأذن المغرب يلا ودوا داخل ودوا داخل اهل عيوني حياك الله يا مرحبا يا مرحبا المهم هو ما عليه كلام وانا اخذت عي ابني وباكر هذا بطبخه وبسوي طبخه ولك عليه العافيه عليكم مشكورين يا ابو فهد ومشكور يا ابو شيخ على الهديه الغاويه اللي تنيمه هذا تليفون واضح قالوا بتلو لحمهم يلا عاشوا 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 يلا ما يوزانه ابو سرسح بي وعقب الصلاة اول تمر الساعة المباركة فيكم الله يخفر امواتنا وامواتكم واموات المسلمين يا رب العالمين او صلاة عقب ما تصلي عاد يا الله يا الماي سرسح يا ابني شد الماي انا هي ما عيب لا 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 اصبه فيها هيك